يعني انتوا بتتهموه؟ اه بنتهم. يا ابني الكدابه. انا كداب يا باشا؟ ده مش كداب يا باشا، هو ده اللي كداب يا باشا، وكان عايز يموتنا والله، والعيال دي ما كانتش تبلغ هنا غير لما كانت هتموت. صدقني والله يا باشا زي ما بقول لك كده، والله العظيم الكلام ده حصل صح يالا ولا ايه؟ والله العظيم حصل يا باشا. عليا قناع عمري ما شفتهم ولا اعرفهم. الواد ده سرقني يا باشا. سرقك؟ سرق منك ايه؟ يا باشا والله العظيم احنا غلابه، الواد بلح دوت هو اللي سرقنا وكان عايز يموتنا، ولولا استاذ احمد يعني احنا كنا نعمل محضر وناخد حقنا بالقانون والعداله، اصل يعني محسوبك يعني بيحب العدل والعداله. ايوه يا باشا والله العظيم صدقنا احنا الكلام ده مظبوط يا باشا، ده كان عايز ياخدنا يموتنا هناك. حرام يا باشا، حرام حرام العيال دي يا باشا تموت كده في طيس يا باشا. طب 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 نموت طيب في ده البلد، طيب نموت في ده البلد، نموت في ده مصر، مش نموت في طيس البحر يا باشا. والله العظيم انا صعبان على اللي حصل ده يا باشا. ده مصر دي غاليه عندنا قوي. انا لا ادري عليا يا باشا، والله العظيم بسيب البلد دي، انا هموت في بلدي يا باشا. خلاص 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 يا باشا، انا عايز حقي. لا بس عدالة يا باشا، عيب عليك. لا والله العظيم يا باشا، ده تنفع شغل في السينما يا باشا. ايه الاخبار يا حماد؟ لا ده 100 100 دلوقتي طلع اصلا. العيال طلعت تمام 100 100 كله زي الفل. شكرا رجاله. ايه ده ايه ده، انت هتخلعه ولا ايه؟ يا جدع في انت هاجم علينا كده؟ احط لك جنبك جدع في ايه؟ احنا قدام الاسم ميايا كده. اوضه ايه يا عم؟ لا انا عايز ميايا. استاهلوا؟ اه يستاهلوا بصراحه. ماشي كم واحد؟ 3 بقى. هم 100 بس. صباح الفل. ماشي يلا زي بعض. كله تمام؟ جاب العيال دي منين؟ عيال؟ انا بحسبك هتسالني على الفلوس، يعني عيال في اكتر منها متلقحه فوق الكباري. يا عم احمد سقطت المصلحه. يا خالتي من قلك قبل كده انه عايش، هنفرق بايه بس؟ خش ربنا يا ابني يطمن قلبك. بقول لك ايه؟ ايه؟ كلمهولي، انا اللي عايزه اطمن واسمع صوته بوداني. ماشي يا خالتي، انا كلمهولك عشان تتاكدي ان انا ما بكدبش عليكي. كتر خيرك يا احمد. ادي يا ستي متولي. رد. استني يا حاجه شويه. طيب. الو. ايه متولي؟ عامل ايه؟ اخبار الدنيا عندك ايه؟ تمام. بقول لك يا متولي، في حد عايز يكلمك. لا مفاجأة. خد يا سيدي معاك ايه؟ هات يا حبيبي هات. الو متولي، ازيك يا حبيبي؟ وحشتني يا ضنايا. كده برضو كده برضو تعمل فمك كده يا متولي؟ انا كنت مهدله من غيرك. تعالى بقى يا ابني، هادي عليك بايه؟ اقول روح منك لله، مش هتهون عليا. جاي امتى بجد والنبي؟ طب انا مستنياك يا حبيبي، والله مستنياك. بالسلامه يا ابني، الف سلامه يا حبيبي، بالسلامه بالسلامه يا دنايا. تأكدت يا خالتي انه عايش؟ تأكدت يا حبيبي. بقول لك ايه؟ ايه؟ احمد والنبي خصيمك محمد كلمه خليه يجي. خلاص يا خالتي، وعد مني هخلي متولي يرجع لك. ربنا يبارك لك يا ضنايا، ما تحرمش منك جميل في رقبتي العمر كله. ماشي، عايز حاجه؟ لا سلامتك. بقول لك ايه؟ ايه؟ الامانه اللي عندي بتاعتك مش عايزها. خليها خليها، ولما عاوزها هبقى اطلبها منك. حاضر. سلام. الف سلامه يا حبيبي. يا رب يا رب، اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. يا رب اعمل ايه بس؟ اسجد لك ركعتين شكر يا رب. الحمد لله الحمد لله. اهلا يا احمد، اتفضل. تحب تشرب ايه؟ بقى لله كمالية. ياه انت لسه فاكر؟ انا اصلا انا ما والله ما عارف اقول لك يا كمالية. انا عارفه، ما كنتش هنا لما سمعت الخبر، بس يهمني انك تعرف ان وجودك جنبنا كان هيفرق معانا كتير قوي. بس يلا الحمد لله عم جمال ما سابناش. جمال مين؟ جمال مين؟ والله العظيم تلاتة، أنا لو كنت فاضي والله العظيم غصب عني كاملي. عارف، ما أنا اكتشفت إن الدنيا دي بتخلي الواحد يعمل حاجات كتير قوي غصب عنه. يلا معلش، الله يرحمه. الله يرحمه. أنا مش عارف أقول لك إيه، أنتوا مش محتاجين أي حاجة، أي حاجة أجيبها لكم، أي حاجة أعملها لكم. لا شكرا. وبعدين الست الوالدة قامت بالواجب. أمي؟ طب بقولك إيه؟ أنا كنت عايز أتكلم معاكي في كلمتين كده على جنب. اتفضل.
كملي. انا عارف ان انت زعلانه مني وانا انت شايف ان ده وقت مناسب للكلام ده؟ ايوه طبعا يا كاميلا، وقت مناسب ومناسب جدا كمان على فكره. كاميلا انت عارفه انت عندي ايه؟ انت حد عزيز عليا قوي والله، يعني وبعدين فوق كل ده وده انت بنت خالي يا بت. صح عندك حق، انا بنت خالك وانت ابن عمتي وفي بينا حاجه اسمها صله الدم، بيقولوا عليها زمان الضفر ما بيطلعش من اللحم، واما الواحد بيحصل له حاجه ما بيلاقيش في ظهره غير اهله. بسم الله عليكي، اديك انت بتقولي والله العظيم نفس الكلام اللي انا كنت جاي اقوله لك بالظبط. امال كنت هتهاجر من غير ما تقول لحد ليه؟ كنت بتهرب من مين؟ مني؟ انت مجنونه يا بنت ولا ايه؟ هرب منك ايه؟ مفيش الكلام ده طبعا. انا كنت بهرب من نفسي يا كاميليا، انا كنت بهرب من نفسي، من الدنيا اللي انا عايش فيها، اللي انا لغايه دلوقتي ما خدتش منها لا حق ولا باطل. ولما انت راجل بتقول كده امال انا اقول ايه؟ ده انا اقول اكتر من كده 60 مره. انت عارف يعني ايه كاميليا راجل يبقى معدي ال 30 سنه ولسه ما عرفش يبدا حياته منين؟ انت اللي كنت عايز كده. خلاص يا كاميليا خلاص، انا مش عايزك تقولي كلام يضايقك ويضايقني. انا اسفه بس انا بقول الكلام ده عشان انت ابن عمتي اللي انا خايف عليه. مش قصدي والله العظيم انا كمان خايف عليك، والله العظيم انا كمان خايف عليك يا كمالي. بعدين انا مش عايزك تزعلي من امي، امي دي ست كبيره ودماغها على قدها، انت فاهمه والله العظيم بتعمل معايا اكتر ما بتعمل معاكوا 60 مره. يلا حصل خير. قصدي بقول لك ايه، ما تعوزي طبعا مني اي حاجه، انت مش محتاجه يعني تفكري قبل ما تكلميني. ها كنت عايزاك تبقى واقف جنبي في تفنيته، كنت عايزاك تبقى ظهري سندي، كنت عايزك انت اللي تشيل، كنت عايزك انت اللي تاخد عزية مش عم جمال. تشرب ايه؟ كاميليا انت لسه بتحبيه؟ انا ما بحبش حد، يلا عايزاكي تغيري هدومك. اتفقت مع عم جمال هنروح ونشوف معاش بابا ونسوي. مالك؟ انا صراحة مش عايزة اروح هناك، مش عايزة اشوف روم. بالعكس احنا لازم نشوفه. قهوتك يا ست الكل. تشكر يا شباب. بقول لك يا ست الكل، الواد خليل عمال يسال عليك كل شويه، وناقص ان هو يجيب ميكروفون ويجيب منادي ونادي عليك في الحته كلها، وقال لي اول ما تيجي اتصل بيه بالتليفون على طول. اعمل ايه؟ ولا كلمه. انا قلت كده برضه. تصدقي بقى انك عايزه ضرب الجزمه؟ انت فين يا بت انت؟ على فكره بقى الريس حلف 100 يمين ان ما كنت تدفعي اللي عليكي لو وقف الشغل معاكي. انا بقى قلت له اكيد فيكي حاجه. بابا مات يا بخ. البقاء لله يا حبيبتي. طيب بصي بقول لك ايه، سيب البضاعه وانا هوزعها على المواطيع وكل واحد يبيع اللي يقدر عليه. لا انا هشتغل. يا بنت اسمعي الكلام بقى ما يبقاش دماغك ناشفه. بقول لك هشتغل. سيبيها. اسيبها ده ايه؟ ده بدل ما تقول لها عنك. منى جدع ب 100 راجل وهتشتغل احسن من الاول كمان. باقي في حياتي. بس انت برضو كان لازم تقولي لي. ولا احنا يعني شغالين مع بعض كده وخلاص، سد خانه.
أنا صعبانة عليا إن بابا مات من غير ما يعرف أنا بعمل إيه. معلش. أنا عمري ما خبيت عليه أي حاجة إلا دي. هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيثق فيا. لما كان بيسألني أنتِ نازلة رايحة فين؟ كنت بقول له رايحة النغم أو أدور على شغل. ما كانش ينفع أقول إني بشتغل. ما كانش هيوافق، كان هيرفض. إيه رأيك بقى إن باباكي لو كان عارف كان هو اللي هيشجعك ويقف جنبك، وأنتِ بتعملي حاجة غلط؟ ياه، أنا حاسة دلوقتي بالذنب. حاسة إني غلطت في حقه إني ما قلتلوش. يلا بينا. يلا بينا قبل الليل ما ينزل علينا. مش متخيلة إنه مبقاش موجود. أنا مش عارفة دلوقتي هنعمل إيه وهنعيش من غيره إزاي. بس يا حبيبتي. سمر يا بنتي. البقاء لله. حياتك الباقية. بس يا حبيبتي مش كده. بس يا سما انت لازم تعرفي انك دلوقتي بالنسبه لي زي لمار بالظبط. اي حاجه تحتاجيها خدي نمرتي من لمار. دي نمرتي الشخصيه، انا مش بديها لاي حد. انا من النهارده عندي بنتين، سما ولمار. اوكي. خلي بالك بقى، انا بحب بابا جدا، يعني هتلاقيني بنفسن عليكي على طول. خدي بالك مني. ها؟ على فين؟ رايحه لماما. هتعوز مني حاجه؟ لا اتفضلي. سعيد فين؟ نايم فوق. طيب. باي باي يا بنات. باي باي ماما. باي. يا لمار. لمار. يا لمار. ايه؟ عايز ايه؟ معايا ضيوف. انت عايز ايه؟ ما بترديش ليه؟ قلت لك معايا ضيوف. مين؟ يا هكون بنت المزه بتاعت الحفله بتاعت امبارح. عارفين عليها. مش هي. معايا سمر. يا بنت كئيبة؟ حرام عليك، مش عايزاها تسمعك، وبعدين دي باباها لسه متوفي. شفتي؟ مش بقول لك كئيبة. اطلعي بأي حاجة من معاكي يا جدع لو ماما سايبة معاكي حاجة يعني. ماما مش سايبة معايا حاجة. اه، مش سايبة حاجة. طب ما تجيبي أنت أي حاجة. بس لو بابا عرف على فكرة هتبقى كارثة. ماشي ماشي، محدش عارف. يلا امشي بقى، امشي. يا عيلة من أحلى بيها الله ربنا. ده يرحمه عليكي بقى، ما هو مش شرط تيجي على قلبنا كمان. الله، خلينا نخلص منه. ازيك يا روم؟ هو انت عرفت ان بابا توفى؟ عرفت. طب مش كان يصح برضو تيجي تعزينا؟ لكن اكيد في حاجه مهمه هي اللي منعتك. ما تعرفش مكتب عم جمال فين؟ هو موجود في مكتبه اخر الطرق. طيب انا هروح لعم جمال. حصلني نجلاء. على فكره ما جيتش هنا عشانك. كويس انك جيتي. في مكان انت عايزني؟ اه، انا كنت عايز اتكلم معاك. غريبه، ما جيتش يعني ولا تتكلم معايا ولا تقف جنبي وتحسسني ان انا مخطوبه وان انا ليا ظهر. هو انا عايز اتكلم معاكي بخصوص الحكايه دي. قوي قوي. تحب ان احنا نتكلم فين؟ مكتبي. كويس، اتفضلي. هو انا سالت سؤال غلط ولا ايه؟ لا هو مش غلط ولا حاجه. كمان يا بس أنا مش عارف أقول لك إيه. إحنا أصلنا بعد ما مات عبد العزيز الله يرحمه اكتشفنا إنه طول عمره كان شغال معانا هنا بعد عمل مؤقت. يعني عمره ما كان متعين على درجة وظيفية. عقد مؤقت إزاي؟ أنت بتقول إيه يا عم جمال؟ أعمل إيه؟ ده اللي حصل. يعني أنا أبويا ليه مكافأة وليه معايش ولا ملوش حاجة؟ أنا مش هينفع أشرح لك الحكاية دي هنا، عشان دي حكاية محتاجة وقت. أنتي دلوقتي تروحي وأنا هاجي لك البيت أشرح لك الحكاية دي بالتفصيل. أعرف إيه اللي ليكوا وإيه اللي عليكوا، واللي فيه الخير يعملوا ربنا. إن شاء الله. ايه ساكت ليه؟ بتدور على حاجة تقولها؟ لا أبدا، بس متضايق. صح، أنت عندك حق، أنا مش هقدر أقولك أي حاجة. أنا غلطت لما خبيت عليك إني عندي الصرع، بس قلت يعني مش هتفرق معاك. قلت طالما إحنا بنحب بعض واخترنا بعض خلاص. بس أنا كان لازم أعرف. عندك حق، بس ده يعني يخليك ما تجيش وتقولي بقاء لله وتقف معايا في موقف زي ده؟ طبيعي كنت متضايق وزعلان
حسيت انك خدعتيني. خدعتك مره واحده؟ ليه اكتشفت ان انا كنت بحب حد وخبيت عليك يعني ولا اتجوزت وما قلتلكش؟ والله ما تفرقش كتير. اه بجد؟ انت شايف ان هي ما تفرقش كتير؟